بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو رقم 12 في سلسله امبيدد سيستم كورس. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على المايكرو كنترولر بروجرامنج. بس قبل ما نتكلم نعمل ريفيو سريع على اللي احنا وصلنا له. احنا اتكلمنا على البروسيسور والرام والروم، اتكلمنا على عناصر بره المايكرو كنترولر زي الريلي والترانزستور. دلوقتي هنتكلم على حاجه مهمه، هو الانبوت اوت بارت، وده مفهوم مهم جدا موجود في اي امبيدد سيستم او اي مايكرو كنترولر، لان ببساطه محتاج ان انا اتعامل مع العالم الخارجي، سواء ان انا ابعت اشاره لبره او اتحكم في ديفايسز ثانيه او ان انا استقبل اشاره وهكذا. ايه هو الاي انبوت اوتبوت بورت؟ انا بيبقى عندي الباكج بتاع المايكرو كنترولر بتبقى بالشكل ده، وطالع منها بنز كتيره، في منها كتير انبوت اوتبوت بورت. ايه الفكره منها؟ ان مثلا البن ده انا اقدر ابرمجه ان هو يطلع 5 فولت، او ان انا لما احط عليه 5 فولت يعمل لي عمليه معينه، يفهم ان في كهرباء جايه له فيعمل عمليه معينه عليها. طيب ايه الفكرة فيها؟ ده برضو نفس الكلام مايكرو كنترولر، بس البنز بتاعته صغيرة زي ما انتوا شايفين، فهم عاملين لها هيدر بره علشان تبقى تسهل عليك التعامل. طب ايه الفكرة الاساسية من الانبوت اوتبوت بارت؟ دلوقتي نفترض ان البن ده احط عليه 5 فولت، وعايز ان البروسيسور يفهم ان في 5 فولت محطوطة هنا ويعمل عملية معينة. مثلا حطيت ال 5 فولت اهو، ده لوجيك واحد بالنسبة للبروسيسور. ودلوقتي اديت اشارة للتراي ستيت بافر ده ان هو يدخل لي الداتا اللي داخله لي ديت. ايه اللي هيحصل؟ الواحد هتدخل البروسيسور، فهم ان في اشاره هنا جايه له، بحيث ان هو يروح يعمل اي حاجه انت عايزها تبرمجه عليها، وهنشوف الموضوع ده بعدين. طيب لو انا عايز اطلع كهرباء بره، ايه اللي هيحصل؟ هحط ده فليب فلوب، هستخدم بقى دلوقتي تريجر، هحط واحد هنا هيدخل لي يطلع لي الداتا اللي انا عايزها على الاوتبوت، سواء 5 فولت او انا عايز اطلع 0 فولت زي ما انا عايز. بس طبعا مش منطقي ان انا اخلي مجموعه من البنز انبوت ومجموعه من البنز اوتبوت بشكل دائم. لا، انا ممكن اخلي البن ده انبوت او اوتبوت بس حسب حاجه جديده، مفهوم جديد هنعرفه اسمه دايركشن بت. دايركشن بت ده عباره عن فليب فلوب. لو انا حطيت فيه واحد مثلا، تعال نشوف، يبقى ده التراي ستيت بافر ده شغال، فاي حاجه انا هكتبها في الفليب فلوب ده كل هتطلع هنا. لو انا كتبت واحد هيطلع لي 5 فولت، لو كتبت 0 هيطلع لي 0 فولت، فانا كده عملت اوتبوت. طب لو انا خليته 0، ايه اللي هيحصل؟ التراي ستيت بافر ده اتقفل، يبقى انا ما اقدرش اطلع بره الداتا بره، اقدر بس ان انا اقرا الداتا من هنا. تعال نشوف التي في سي ده اوفر فيو سريع عنه. ده المايكرو كنترولر في النص، دي هيدرز تسهل لك انك انت توصل بحاجات تانية، اتنين بوش باتون، وعندك الثلاثه ال اي دي محطوطين لك هنا بثلاث الوان مختلفه، وعندك ريسيت لو انت عايز تعمل ريسيت للبرنامج بتاعك اللي انت حاطه. الدايرة ديت خاصة بحاجة اسمها ديباجنج او ديباجر، ديت بتتوصل مع الكمبيوتر وبستخدمها في حاجات تانية هنشوفها بعد كده. اليو اس بي ده انا هبرمج بيه، واليو اس بي ده بستخدمه في توصيل اي جهاز يو اس بي انت عايزه وهكذا. ديت البنز مكتوب عليها مثلا بي 5 بي 0 وهكذا، الحاجات ديت هنفهمها دلوقتي. دلوقتي البنز دي كلها متقسمة لمجموعات، مثلا عندك جي بي اي او بورت اي، هما خدوا كل 8 بن مثلا وسموها ده بورت اي. بورت اي ده فيه بنز صغيرة تانية بي اي 0 بي اي 1 بي اي 2 بي اي 3، دي تسمية بس علشان اعرف كل بن ديت اسمها ايه واعرف اتعامل معاها. في هنا مثلا جي بي اي او بورت بي وجي بي اي او بورت دي وهكذا. الحاجات دي كلها انا ممكن استخدمها واتعامل معاها بالاسم بتاعها بي اي 0 بي اي 1 بي اي 2، وهنشوف دلوقتي ازاي. الاي في ار نفس الكلام، بتبقى بالشكل ده، عندي مثلا بي اي 0 بي اي 1 بي اي 2 بي اي 3، نفس الكلام بقسمها لمجموعات، وكل مجموعه مثلا ده كله اسمه بورت اي. بورت اي بيحتوي على بيتس صغيره موجوده جواها. تعال نشوف دلوقتي ازاي هنبرمج مثلا الاي في ار. هنبدا بالاي في ار، برمجته اسهل. ايه الفكره فيه؟ ان انا عشان ابرمج اي بان زي بي اي 0 ده هعمل ايه؟ هعمل حاجة بسيطة، ان انا هتحكم في ثلاثة ريجستر. واحد، اول واحد اسمه دي دي ار، دي دي ار ده الدايركشن ريجستر اللي احنا اتكلمنا عنه، بحدد البن ديت هتبقى انبوت ولا اوت. طيب تاني ريجستر مهم هو بورت. بورت ده بتحكم فيه في الداتا اللي انا عايز اخرجها. انا كتبت هنا واحد، فانا بتحكم انا هخرج ايه، هخرج 5 فولت ولا هخرج 0 فولت. طيب نفترض ان انا كتبت هنا 0، يبقى انا هتحكم الداتا اللي داخله لي ديت اقراها، والبروسيسور هيكتبها هنا في البن، الريجستر بتاع بن يبقى مكتوبه هنا. لو انا عايز اعمل اي عمليه على الداتا اللي داخله ديت، يبقى انا هروح للريجستر بتاع بن. طب تعالى نشوف الكلام ده، تعالى نبص عليه. ايه الفكره دلوقتي؟ انا عايز اخلي بي اي 0 ده يبقى اوتبوت، هعمل ايه؟ هروح على الثلاثه ريجستر بتوعي، هسمي ده دي دي ار اي ودي بورت اي وبن اي.
DDR8 ده 8 بت. معناه ايه 8 بت؟ يعني انا دلوقتي مختار عندي A0 A1 A2 A3 A4 وهكذا. البت البن اللي انا عايز اطلعه A0، يبقى انا هاجي في خانة ال A0 احط 1. تمام. طيب انا دلوقتي خليته اوت، يا ترى انا عايز اخليه يطلع 5 فولت ولا 0 فولت؟ هحط في البورت A، اكتب مثلا انا كاتب 1 يبقى كده هيطلع 5 فولت على البن ده. طيب لو انا كاتب 0 هيطلع 0 وهكذا. طب تعالى نعمل حاجة بالعكس، هنعمل ايه؟ هنخلي بي اي زيرو يستقبل داتا. هاجي على دي دي ار اي نفس الكلام، هكتب هنا صفر لان انا عايزه يستقبل داتا مش عايزه يطلع داتا. وهاجي هنا على البن اي اشوف لو في 5 فولت هيتكتب هنا 1، لو مفيش هيتكتب هنا صفر. يعني من الاخر الريجستر ده انا بقراه، لكن انا ماليش تحكم في الحاجة اللي جواه، انا بقراه بس. طب تعالى نشوف حاجة تانية دلوقتي قبل ما نروح نعمل مثال عملي بنفسنا، لازم نشوف حاجة مهمة دلوقتي. ده من الداتا شيت بيقول لك ان انت عندك بورت A DDR A بن A، دولت التلاتة الريجستر اللي احنا اتكلمنا عنهم وهم 8 بت زي ما احنا شايفين اهو. الريجستر دولت لهم ادرس لازم ابقى عارفه. مثلا هنا بورت A العلامة ديت معناها هكساديسمال، الادرس بتاعه 3 بي، لازم ابقى عارف الادرس ده علشان لما اجي اكتب الكود بتاعي اعرف اوصل للبورت A او DDR A او بن A. وزي ما انتم شايفين في B وفي C وفي D وكل واحد له ادرس مختلف. اللي يهمني دلوقتي ان انا اعرف المعلومة ديت قبل ما نروح نبرمج المايكرو كنترول.